ولمناقشة صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران على الأرض العراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال، مرحبا بكم. مع تزايد الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل الميليشيات الموالية لإيران، هنا كيف تقيم رد الفعل الأمريكي على هذه الهجمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين وللعاملين عليها. القضية العراقية أصبحت حقيقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات والابتزاز الأمريكي الإيراني أصبح واضحا، لأنه هذه الميليشيات وميليشيات إيران وما تسمى الدولة العميقة في العراق وتأسيسها جاء بمباركة أمريكية وبدعم أمريكي وبتسليح أمريكي. ولكن الشد والجذب الذي نجحت فيه إيران إلى حد كبير من جعل العراق ساحة لابتزاز أمريكا أو للتعامل مع مصالح إيران على حساب الشعب العراقي وعلى حساب أراضيه وأمنه، وهذا الأمر أصبح واضحا. ولا ننسى أن هناك محاولة تجري في هذه الأيام على إعادة التفاوض حول الملف النووي الإيراني، كما صرح أكثر من طرف أوروبي، وصرح الأمريكان أيضا في أحد مقالات لأحد الصحف الكبرى بأن هناك إيران سوف تجلس إلى طاولة المفاوضات. ولهذا السبب نجد أن إيران التي كانت تدير العمليات الإرهابية في العراق ضد الشعب العراقي وبقيادة الميليشيات المسماة المعروفة هي أول من سارع إلى إنكار هذه العمليات واعتبارها عمليات إرهابية كما تفضلت خيركم. وعلى ضوء هذا التصريح الإيراني بدأت الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران من أن بدون حياء من أن تعلن رفضها وإنكارها لكل ما يجري في العراق، وهي بالأمس الذي كانت تسميه مقاومة. فسبحان الذي غير المقاومة إلى إرهاب وإنكار. هذا الأمر حقيقة أصبح جليا، وكل الشعب العراقي يعرف بأن هذه الميليشيات كما كان يقال سابقا إذا مطرت السماء في موسكو أتباعها في العراق يرفعون في الصيف القبعات. وهذا الأمر يحدث حاليا يعني بشكل جلي وواضح. طيب دكتور، مقتدى الصدر طرح مقترح بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية، الكاظمي دعم هذا المقترح، كيف راقبتم هذا المقترح وكيف تقيمون موقف الكاظمي منه؟ الكاظمي بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية استلم تعليمات واضحة والإجراءات التي يقوم بها هو لإرضاء الجانب الأمريكي بالوقت الذي يسعى جاهدا لإرضاء الإيرانيون بكل ما يستطيع، لأنه هو نص إيراني ونص أمريكي، فبالتالي كل هذه الإجراءات التي يقوم بها هي بالضغط التلبية للضغط الأمريكي بالاتفاق مع الجانب الإيراني الذي أصبح يمارس نوع من الليونة في هذا الجانب، وكما أسلفت في التصريحات وفي الإشارات بتغيير الوجوه وتغيير الأسماء وتغيير السيناريو. إيران تبحث عن مصالحها وعلى حساب كل ما كانت تقوم به هو لمصلحة، وأنا قلت أن إيران نجحت في نقل المعركة بدل من تكون على أراضيها تكون على أراضي العراق ولبنان وفلسطين وسوريا وما إلى ذلك واليمن لكي تحافظ على داخلها. الجانب الآخر في نقطة دقيقة، أن الأمريكان غير جادين في معاقبة إيران. لو كانوا جادين في معاقبة إيران لماذا لا تذهب إلى الرأس وتأتي للأطراف؟ أنت تعرف جيدا أن من يدير هذا العمل الإرهابي والمؤسسات ومن الاحتلال ولحد الآن أصدع رؤوسنا بأن إيران من تدير هذه العمليات الإرهابية في العراق. ولكن دكتور صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية يعني توقعت في تقرير لها أن يكون العراق هو الساحة التي ربما ستشهد مواجهة عسكرية إيرانية أمريكية، وقالت خلال الأسابيع المقبلة، كيف يمكن الرد؟ هذا هو المشروع المتفق عليه ضمنيا لتدمير العراق. نحن قلنا ان المشروع الامريكي الايراني في العراق مشروع متصل ومتخادم فيما بينه منذ الاحتلال وما قبل الاحتلال. والتصريحات المسؤولين الخليجيين في الفتره الاخيره تبين هناك تنسيق واسع ما بين الامريكان والايرانيين والاستخبارات الاخرى على التامر على العراق، فبالتالي هذا العمل الذي يقومون به الان
ايضا جزء من المخطط اللي هو ترك ايران تعبس وجعل العراق ساحه للتصفيات وللمعارك. انا قلت انه المشروع يعتمد على ثلاث اطوار منذ زمن بعيد. الطور الاول هو تدمير المناطق التي ابتدت منها المقاومه الحقيقيه، ومن ثم اضمها وبعدها التفرغ لجنوب العراق بهذه الطريقه وبتلك، لانه الذي يقوم بتسليح هذه الميليشيات هم الطرفين، الجانب الامريكي والايراني. فما عدا ما بدا الان يحاربون بعضهم البعض، الهدف هو تدمير القدر الامكن لضعاف العراق في كل جزء من اجزائه وفي كل مدينه من مدنه. وهذا الذي قلناه منذ البدايه، بانه المشروع مشروع متكامل يطرح وجهات نظر متناقضه اعلاميا متفقه ظنيا، لانه لم نرى اي تهديد حقيقي لراس الافعى في الشرق الاوسط وهي ايران. للكل يعرف هي التي تدير هذا العمل الارهابي المنظم وتدير هذه الميليشيات وتسلحها وتقود العمليه السياسيه في العراق التي جاءت بها الولايات المتحده الامريكيه. اذا هناك ضبابيه في هذا الامر، واذا ارادوا ان يتخذوا هذه الخطوه فاعتقد انه متفق عليها. من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.